إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو القصير بغيت نخبر الناس أو بالأحرى المترشحين اللي غادي يولجوا مباراة الأمن، لازم عليهم أنهم يدليوا بجواز التلقيح. فإلزامية جواز التلقيح داخلة في شروط المباراة، فالخبر هو كالتالي: اجتياز مباراة الشرطة يتطلب لزوما من جميع المترشحات والمترشحين الإدلاء بجواز التلقيح، واستثناء يمكن تقديم شهادة الفحص PCR، يعني التست PCR، ولكن ما يتعداش 72 ساعة اللي هي 3 أيام، تكون النتيجة ديالو طبيعة الحال سلبية من أجل ولوج المباراة. هذه التدابير الاحترازية تفرض الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنين والمواطنات. فبغيت نخبر الناس اللي هما غادي يولجوا المباراة أنه جواز التلقيح فهو ضروري يديهم معاهم، وإلا ما كانش عندهم جواز التلقيح يحاولوا يوجدوه في الثلاث أيام اللي باقا، سينو يديو معاهم الفحص PCR، تيست PCR، تكون النتيجة ديالو سلبية ما تعداش 3 أيام. حد موفق لجميع المترشحين.